بلال مساء الخير. بلال، حلقة عن الطلاق. أول سؤال بيطرح حاله، قد ايه صار لك مطلق؟ 3 سنين. 3 سنين مطلق. كم سنة بقيتوا مزوجين؟ منيح، نحن ضلينا مع بعض أساساً 13 سنة يعني. كنا بنعرف بعض لأنه نعم. وكم سنة زواج؟ شيء يعني 2011 تقريباً تزوجنا، 2013 طلقنا. يعني بتعرفوا بعض 13 سنة؟ سنتين زواج وبعدين طلاق. بقلب الزواج انا تزوجت، يعني انا ومتزوج تزوجت مرتين، يعني تزوجت مرتين، دخلتها حياتي وانا مزوج. ولما دخلت امراه تانية لحياتك عرفت واختارت الطلاق؟ يعني حاولت كذا مره احكي معها، تواصل معها بفتره اللي هي سافرت فيها. هي سافرت؟ سافرت، صار سنه فيلي برات البلد. طوت الصفحة؟ طوت الصفحة لأنه خلص ما بدها تقعد ونحن اثنين مع بعض بنفس البلد. فلت وحاولت الحقها، ما قدرت، ما زبطت معي أبدا بأي طرق. هي وين اليوم؟ ألمانيا. هي بألمانيا لأنه غلطت كتير، وحسيت هلأ بالندم. حسيت انه عن جد انه انا خسرتها. مزبوط. لما وصلت على المانيا ضليتك عم تتواصل معها؟ حاولت تجرب تقنعها؟ حاولت الا قديشك انت ردمان مثل هلا عم بتقول؟ كثير حكيت، كثير، وياما بكيت لها وياما قلت لها بترجيك ارجعي اعملي اللي بدك اياه بيصير، انا غلطت، بعتذر منك، حقك علي. رح اطلبه. عملت لي بلوك إلي كمان. Whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep. مرحبا. اهلا. مرحبا. اهلا. امل. هلا استاذ مالك، كيف صحتك؟ الحمد لله. عم تسمعيني منيح؟ ايه. من بيروت الى المانيا، وين بالمانيا امل؟ انا بمنطقه اسمها اكسترتال. شايفتيني منيح؟ ايه واضح. امل، نحن اتصلنا فيك، انت عارف انا رح اتصل فيك كرمال نحكي عن يوميات امراه عربيه مطلقه بالمانيا. لما وقع الطلاق أمل، لما وقع الطلاق بينك وبين زوجك كان في عداوة أو كان طلاق حبي؟ لأنه في كوبليت بصير في طلاق حبي، وفي أوقات المشاكل بتكون أقوى والظروف أقوى بصير في عداوة بين الرجل وزوجته السابقة. لا، ما كان في عداوة، كنا أصدقاء. ما بيخلى الأمر شوية مشاكل، بس لا كنا أصدقاء. بقيتوا أصدقاء بعد الزواج؟ ليه؟ في أطفال من زواجكم، يعني كرمال أطفال أو كرمال حب بتكني له إياه وعشرة ومودة واحترام؟ ليكي بقول لك حب، بتضحكي. الاثنين سوا. حب؟ بضل في حب بعد الطلاق؟ ليش لا؟ حب أو محبة كرمال الأولاد؟ لا الاثنين، يعني ما كرمال الاولاد، لا ما دخل الاولاد. شو الفرق بين حب ومحبه عن امراه مطلقه؟ المحبه هي العشره اللي بتصير بين اثنين، اما الحب هو الغرام. يعني في حب ومحبه قلتي لي. قبل ما احكي عن الحب والمحبه، لما انت طلقتي ورحتي على المانيا شو قلتي؟ ايمتى قلتي ارتحت اني طلقت؟ بأي ظروف المرأة بتقول ارتحت انه طلقت، انه تحررت؟
هو اصلا الطلاق شيء مش حلو، لو كان حتى بين الرجل والمرأة كتير مشاكل، شيء كتير مشاير. بس ما في رياحة، ما بعتقد في رياحة الا اذا كان في كتير قسى وجفا بين اثنين، الافضل انه يطلقوا. بعدك بتتواصلي مع طليقك؟ هلا على الايام لا، ليه؟ مشاكل كيف يعني، كيف يعني لا ما بتواصل؟ إذا دق لك شو بتعملي؟ ما بتردي عليه؟ عملت له بلوك. عملتي له بلوك؟ ليه ليه عملتي له بلوك؟ بشو زي اشك لتعملي له بلوك؟ كتير اشياء. قلتي لي حب ومحبة وزعجني وبلوك، صراحة أمل ما عم بفهم عليك. يعني ضروري إذا بحبه لازم ضلني أحكيه؟ إذا في ولاد بيناتكم أكيد يتواصل معك ومع أولاده. إيه أكيد في تواصل بينه وبين ابنه، أوقات بدق له على تليفون بنتي وبيحكي معه أوقات، بس هلأ لا، صرنا فترة مش كتير طويلة يعني، بس أبدا ما في حديث. قلتي لي أنا حب ما برد. ما بتردي، تكبر بدك تردي له سبب لا ما الطلاق؟ ليه تكبر، طلقته؟ عم بتردي له سبب الطلاق؟ لا ما كمل هيك. قلتي لي حب ومحبة. سؤال، فيني أسأل سؤال ممكن افتراضي يمكن ما تفضل. يكون عندك جواب له؟ تعبوا ايدي بتعرفي. سؤال ليه؟ ماسك الايباد مش هيك. تعبوا ايديك؟ كتب، خلي حدا يمسكها عنك. لا 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 لا، عندي سؤال، عندي سؤال أمل. اتفضل. قلتي لي في حب ومحبة، برأيك هو بالنسبة له من جهته في حب ومحبة، أو هو عم بيتصل فقط للاطمئنان على ابنه هو حقه الطبيعي؟ لما صار عندي شك بالموضوع بطلت أحكيه شك شو؟ إنه ما في حب. أنا بشك كتير إنه ما بحبني. شو اللي بخليك تشكي إنه ما بحبك؟ يمكن الأمور اللي مرقنا فيها والظروف، مع إنه ضحينا كتير لو صرنا لبعض، وعمل أشياء خلاني أقرر إنه ننفصل عن بعضنا. اليوم بدي أطلب منك شغلة، لما بتتذكري زوجك، شو اسمه زوجك؟ بلال. لما تتذكري زوجك بأي صورة بتتذكريه؟ لازم أقول إذا ما عندك مشكل. لما تحب شخص دايما بتحسه أحلى شي بالدنيا لو شو ما بيعمل. قلتي له هالحكي؟ هو بيعرف. وعملتي له بلوك؟ عملت له بلوك لأنه شكي الزايد وغيرتي الزايدة، وبتعرف أنت البعض. جفا؟ لا ما بعتقد، أنا ضد هيدي المقولة البعض جفا. يا ريت أنا جربت إني سافرت على أساس إنه البعض جفا، بس ما مش الحال. سافرتي كرمال تبعدي عنه وبعد ما نسيتي؟ شو بتتذكري ببلال قلتي لي؟ كتير أشياء. هيك أوضح. هيك شفتك تمام. لما تغمضي عيونك وتتذكري بلال، غمضي عيونك وتذكري، غمضي عيونك بديها. وتذكري، لازم غمض عيوني. غمضي عيونك وتذكري، اتذكروا؟ غمضي عيونك. شو هيك بتتذكري عم عن بوخ. بلال؟ غمضي عيونك. فتحي عيونك. شو عم تعملوا؟ بتعرفي ما حابب احكي، بس حابب ضلني اطلع فيكي. أمل انا جيت لهون لاني انا بحبك كتير اكتر ما بتتخيلي، لاني انا ما قدرت احكي معك
وين ما كان، على التليفون ما عادش في مجال. فأنا جيت لهون لأحكي معك قدام العالم كله وأقول لك إنه أنا بحبك، وأنا بعتذر منك كتير على كل شيء عملته. أنا غلطت، بتمنى منك تسامحيني. وأنا جاي لهون اليوم لأطلب إيدك للزواج. أنا بحبك كتير وبتمنى منك تسامحيني. وهلأ بقول لك إنه يعني رح أطلب إيدك قدام العالم وقدام الدنيا وقدام كل الدنيا عم بتشوفني. شو بدك أكتر من هيك لتسامحيني؟ أنا مستعد أعمل، وبطلب إيدك للزواج. ليش أعمل؟ عم بترجاكي أمل. أمل راح صوتها لأمل. أمل إيه معك؟ قربي لي على النص. نحك سؤال مش أكثر من هيك. القرار إلكن، ما بدي جوابك على الهوى، بس سؤال بلا ما تغمضي عيونك هالمرة. لما طلبك للزواج أول مرة أم لما طلبك للزواج تاني مرة بأحمر بالخط العريض؟ أي أحلى؟ بدي جواب هلا. شكرا لك أمل، شكرا لك بلال. بتمنى تشيل البلوك لتحكي أنت وياه، شوف شو بدك تقولي له. أكثر من هيك أنا ما رح أفوت بالتفاصيل. شكرا شكرا لكم، بعد بريك.